كان الإمام سلام الله عليه الإمام موسى بن جعفر ينأى عن مواجهة السلطة. ليش؟ يعني مو لعدم إيمان بأن السلطة كانت ظالمة، لا، ظالمة بلا كلام، وآراء الإمام صريحة، آراء الإمام يعني أرجوك شنو أكثر من أنه يطب صفوان الجمال. صفوان الجمال يطب على الإمام سلام الله عليه، يقول لي يا ابن رسول الله أنا أكو عندي كم جمل أيام الحج يكروها من عندي العباسيين، زين، وأخذ من عندهم أجور ويرحون بها إلى الحج ويرجعون، شنو حكمي؟ قال له أنت ممن ركن إلى الذين ظلموا، أنتوا شايليهم على أكتافكم، أنت تعطيهم نياق وذاك يعطيهم يشتغل لهم وذاك وذاك، قلت له تقاطعوه أنت نحل المشكلة. رأي الإمام صريح، مو صريح، لا صريح وتماما، يعني أنت إذا تلزم سلسلة الأئمة كلهم قاموا على هذا، كان آرائهم صريحة، لكن معالجتهم للواقع التطبيقي معالجة ماخذة الواقع بعين الاعتبار. تمام، أنا ما أؤمن بمشروعيتك، لكن ما عندي قابلية أقاومك، ما عندي قابلية أقاومك، أسكت. نعم، والشكل امشي بدائك ما مشى بك. أما يعني رأي الإمام موسى بن جعفر قطعا واضح بأن كان يناوئ السلطة العباسية ويشير إلى ظلمها، وإلا أرجوك من أجل ماذا يعني سجنه 14 سنة أو 12 أو 18 على رواية؟ من أجل ماذا يعني؟ مو كانت هاي السجون اعتباط أبدا، لا لا، مو مسألة اعتباط، ملاحقة شديدة، ويوصل الأمر إلى درجة بحيث أن هارون الرشيد يحج أساسا ينشئ الحج لهذا الهدف، ينشئ الحج، نعم، لهذا الهدف، لهدف أن يقبض على الإمام موسى بن جعفر، يعني يريد يكبسه وهو بمكانه، يجي إلى مكة ويمر على المدينة رأسا يدخل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يطوف بالقبر ويوعز إلى البوابين وإلى الشرطة وإلى الجلاوزة، يكبسون الإمام بقيد من الحديد ويطلعوه يحطوه على هودج، ويودي هودجين، هودج يودي للكوفة وهودج يودي للبصرة حتى يضيع عمره على الناس، وهذا الذي حدث بالفعل. طبعا هذا واضح أن الإمام عنده موقف سلبي منها، لكن معالجته لهذا الموقف كانت معالجة غاية بالواقع، لأن يعرف شراسة السلطة المقابلة إليه، وآنذاك ليس تحت يديه، ما عنده تحت إيده ما ينهض به، ما يعني لا تتوفر لديه الوسائل. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.